المجلس المواطن هذا اليوم لازم نعرفوا شخصيات العمالة. انت اللي راكي قاعدة بك من عرفي من نفسك؟ أنا بس المريضة كنت خياطة ما خرجتش عليا بدون سرعة واليوم أنا شنو فينا من العباس عليا باش ما تخسر فيا؟ أنا متخسر الأمور السياسية وعندي بار دو سي تو أجونس دو كيلو دو كونسلتينغ. أنت فارماسيست راك حابين يا حنا بيك نقدروا ندخلوا معايير وأنت يا أخ أنا ألا هو الشيخ نفخ. الشيخ نفخ المعروف عند جميع الناس بصوته الجميل، ولهذا رجعت مختص في الأمور الاقتصادية والمالية، ونشوف أنا نشوف في البنوك والجيوب تاع كاع الناس. ما تنساوش شوفوني وشوفكم. ماشي إشحاق، أنت يا تقدر تعاونا في البورصة العالمية، مليح، أنت تخرجنا من الأزمة الاقتصادية، وأنت يا عمر انت ما ضامن لا مزيان. انا مزيان ديرا ولا مزيان والله ما كاش منك. عمي انا شكون؟ شكون؟ انا سفينة الغجارية يا ويلي، والله خدمت فيه تاع كاساندرا سولت لها ساعدها. والله العظيم انا ديت البطولة تما. اسمعني يا سفينة، ممكن نجيب لك فاطا فاطي تكون خطبة؟ لا جيبو جيبو بابا معايا شي بابا. واش نجيبو؟ نجيبو باطري يا ويلي باطري مع الرصاص. اسمع حتى ما ترى ما يخدعونا في لاكاس. ايه حتى ما ترى ندوز بالباتري تاع الكاميو. واحد خبطها الباتري في هذه مارة. هلا روح هذه ما ترى نشوف في التلفزيون راه عاجبني. ايوا وراك انت وين؟ اول حاجه راني معوله كاع هذوك الحصص. شكون طايزو؟ راني معوله على صراحه فيها صراحه ما حبك تعيط مطيبه ولا ما درتلهمش انا مطيبه. وبعد ما شفنا ساسا فيندا يا سيدة واش يقولنا هذو؟ انا نشوف فيكم سي با نورمال. شنو هذا الجمال هذايا والشعر؟ شكرا. خليني نهضر معاك سيدتي، حنا المقياس تاعنا تاع العمل هو لازم وحده تكون ما كيما خرجتو نتوما. نشوف فيكم شابين لاباس فيكم. شوفوا مثلا ها اشيخ انا ديت رونديفو عند في بروشي وانا ما بغيت ندوريا لوسامه. اسمعي حنا ما نعرفوش في بروشي، حنا نعرفو روشي كيما قلت من الوجوه اللي راه قدامك النيره. صالون دي سيتيك. كيف هذا في صالون دي سيتيك؟ صالون دي سيتيك. ايه عطني واحد. وسموني مادموازيل اكوان. ايوا تسمى انيسه نجمه وجوزي مادموازيل فيبرور. فيبرور سامحني. ايوا مليح جيد جدا. ونشوف الضباب. اخبار جيب لها الفيبرا وجيب لها الفيبرا. اروح يشوف فيك اسكاليو يدخل فيك يخسر لك وجهك وعاود يولي معليه. سيدتي ماذا بينا تعرفينا بنفسك الحاجه؟ بسم الله شو انت عايش شوش؟ ربي نهضر معاك ماشي مع الابواب. هذا هو الحلقة. تفضل. مختصة. ايه؟ الامور العاطفية. يا ويلي. اللي ما عندوش تصرف اللي مشتاق حنان وهي مغبونة انا نشوف له ما بين الشنا والحنة. يا